السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت خرجت من كام يوم وقررت ان انا هاخد رحلة الصعيد الجواني من الجيزة لأسوان على حمار. تلقينا دعم من ناس كتير، والناس دي على دماغي وعلى راسي من فوق، وفي ناس شايفانا ان ما ينفعش نكمل الرحلة في ظل الظروف اللي بتمر بيها البلاد بسبب فيروس كورونا. كل واحد له وجهة نظر، يعني ان انت ممكن ما تقابلش حد في الطريق. انا ماشي، يعني في حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول: ان قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها حتى ان تقوم الساعة. انا الفسيلة اللي في دي هي صعيد الجواني. بدأت واشتغلت ونزلت بصور حاليا في محافظة الجيزة، ومعي كام يوم عشان اتحرك على باقي المحافظات. انا اتوكل على الله واعمل اللي علي، ربنا كرم وهنكمل نوصل للصعيد او هنأجل الرحلة، ده يعرفه ربنا سبحانه وتعالى. كان من ضمن الناس اللي هي علقت على برنامج الصعيد الجواني او عن الرحلة بالتحديد كان اليوتيوبر احمد جمال الشهير بابو الترك. نشوف قال ايه. والخبر اللي قبل الاخير، صعيدي قرر يدخل موسوعه جينيس. طبعا العمده بهاء زي ما انتم عارفينه، شاعر الصعيد اللي كلنا حبناه في اشعاره اللي هتكلم عن الصعيد وهتمثلهم والعمه بتاعته والطله بتاعته، قرر انه يجيب حمار او جحش الله يعزكم ويركبه ويروح بيه من الجيزه لاسوان. وطبعا دي حاجه احب اقول له يا سياده الشاعر او يا عمده بهاء، دي حاجه ملهاش اي 30 لازمه. انا مش عارف، مش هتتعب غير الحمار، مش بعيد الحمار اصلا يموت منك في الطريق. يعني ايه الهدف او الغرض او انك خليك دخلت موسوعه جينيس او موسوعه نوبل او خليك دخلت جميع الموسوعات؟ يعني ايه الاستفاده من كده؟ انا مش عارف يعني. ولك حريه الاختيار، واحنا برضو يا ريت ترد علينا بفيديو وتشرح لنا وجهه نظرك ايه. يمكن ابو الترك ما فهمش حاجه. تحيه من القلب خاصه لاخويا ابو الترك اللي في الغربه شقيان. وبعد التحيه والسلام، علمونا اللي خلفونا ان من فات قديم وتاه. قديمك هو قديمي ومستمر فيه، حقك تسأل وحق رد، والجدع اللي يسمع الكلام ويفهم معناه. ما تخافش على الحمار، الحمار لو مات واندفن هتفضل ذكراه. ده لو رجعنا للتاريخ هنعرف ان سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه اخذها من المدينه لفلسطين والبغل وياه. مشوارنا من الجيزه لاسوان عشان نوصل للعالم صوره الصعيد الاصيل ومحدش ينساه. وده كلام راجل سجلنا معاه. في فرق بين الجيزه ونجح حمادي؟ لا، هو الصعيد تملي طول عمره تعبان، معروفه طول عمره الصعيد تملي تعبان. من الجيزة أو من بني سويف ومن بحر لغاية اسكندرية، ده كل ده من زمان مستريح. هناخدها من الجيزة لأسوان نعرف تاريخ بلادنا وجدعنة ولادنا في كل قرية من قراها، ونوصل الحقائق بدون تمثيل، صورة واضحة على أرض الطبيعة زي ما خلقها المولى جل في علاه. الله يعينك في غربتك أنت وكل راجل شقيان. تابعنا وقول لنا رأيك بعد ما تسمع الفيديو وتفهم معناه. قبل ما انسى، انت كنت قلت انا شاعر الصعيد اللي كلنا حبناه في اشعاره. للاسف والله انا نسمع ونشوف انا بشتغل ايه، صحفي كده على كد ما بوصل. الطالب الصحفي الاعلامي صاحب البرنامج الصعيد الجواني، وليس جواني، الصعيد الجواني. وده كان القسم اللي قسمته بعد التخرج في كلية الإعلام. لا فيهم تبيع ضميرك ولا تجري ورا الأوهام ولا تفكر تبيع قلمك مهما كان الثمن كان. السلام عليكم.